وصولك لهذا المستوى من حب الجماهير ليك وان انت تكون احد ركائز الفريق والمنتخب، وما هو اكثر موقف محرج حصل لك مع الجمهور واكثر موقف لا تنساه مع الجمهور، ومن تتوقع ان يكون الصخره الجديده؟ هو قايل على الصخره الجديده. يعني الاصعب موقف عدى عليا في النادي الاهلي لما خسرنا الدوري اسلام في قدام امبي. المشاهد اللي شفناها ساعتها كانت صعبه جدا 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 علينا. فدي من المواقف السيئه، انما والحمد لله كانت مواقف قليله جدا في النادي الاهلي في تاريخنا، لان احنا عرفنا قيمه النادي كويس يا اسلام، ودافعنا عن النادي بكل ما اوتينا، فالحمد لله عشنا فترات سعاده كبيره جدا داخل النادي يا اسلام. تمام. احمد بيقول